تفضل شيخ فريد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ما نجمش أركز مع برشا. باختصار شديد أنا أول شيء ما كنت أعلم أني جاي نحكي على حزب بتاع سي عادل، لأنه أصلا مش موضوع مش قضية معناها. يعني وأنا أبشركم من الآن لشعب تونس، هو حزب ولد ميتا، والواحد معروف من عنوانه. عندنا قضايا أهم، وزيد معنى هذا حزب نفاق يقول ضد الاختلاط، وهو يجي يحضر مع نساء ويقعد معهم النهار كل ويعملوا له مكياج. كان قلت خليني كمل، خليني كمل، خليني كمل، خليني كمل، هما خليوك تتكلم. هذا معناه بالنسبه، فلا اريد ان اتكلم عن هذا الحزب مره اخرى، اول مره انا سمعت به. انا